أكد تكتل الجمهورية القوية دعمه الكامل للعهد متمنيا أن يكون أنجح عهد في لبنان. التكتل وخلال اجتماعه الأسبوعي في معراب برئاسة سمير جعجع ثمن جهود رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في سعيه لتشكيل الحكومة. يثمن التكتل الجهود التي يبذلها الرئيس المكلف سعد الحريري في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة، ويدعو من جهة أخرى الأطراف المعرقلة إلى الكف عن ممارساتها تسهيلاً لعملية تشكيل سريعة باتت البلاد بأمس الحاجة إليها في ظل الأوضاع الراهنة. وفي السياق نفسه يستنكر التكتل محاولات الضغط والتهويل والوعيد التي يمارسها المعرقلون أنفسهم على الرئيس المكلف، والتي تصب في هدف واحد ألا وهو الدفع بالرئيس المكلف لاعتماد تشكيلة حكومية بعيدة عن الواقع التمثيلي الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة ولا تنسجم بالتالي مع قناعاته. الرئيس الحريري صار مقدم أكثر من اقتراح، وبالتالي ما بقى يعني أنا بتقديري ما بقى ممكن نوصل لتشكيل حكومة إلا إذا الرئيس عون دخل بقوة، حط كل تقله خصوصي مع الأطراف المعرقلة لتسهيل مهمة الرئيس المكلف تنوصل بأقرب وقت ممكن لتشكيل الحكومة. التكتل أكد دعمه أيضا للاتصالات التي يجريها الرئيس سعد الحريري من أجل إعادة النازحين إلى بلادهم. ينظر تكتل الجمهورية القوية بعين الارتياح إلى ما رشح عن تفاهم أمريكي روسي لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا في أقرب وقت ممكن انطلاقا من الأردن ولبنان. وثمن التكتل في هذا السياق سلسلة الاتصالات التي أجراها الرئيس المكلف مع الطرف الروسي بشكل خاص في سبيل إلى عودة النازحين من لبنان الأولوية اللازمة، والتحضير لوضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن. تكتل الجمهورية القوية استنكر الحملة التي يتعرض لها نائب رئيس الحكومة غسان حصباني، لافتا إلى أن حزب القوات اللبنانية يحتفظ بحقه في الملاحقة القانونية لكل من يحاول النيل من صورته.